السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سيراي بمقطع نصائح جديد. أكيد كلكم ملاحظين إني مرة مقلل المقاطع تقريبا 3 كل أسبوع، لأني كنت مرة ألعب فورتنايت بشكل كبير. لعبي كان شوي تعبان، فقلت بقضي وقت أكثر وأنا ألعب. ومبارح جربت لأول مرة إني ألعب سكرمز، اللي هي بطولات فورتنايت واللي تلاقي فيها كثير محترفين، لدرجة أن في الزون الثالث والرابع تلاقي أكثر من 30 لاعب وكلهم يريدوا نفس الشيء، انهم يفوزوا. باختصار جربت ادخل سكرمز وحرفيا ضعت. وصلت اللحظة اللي بدا فيها الزون يتحرك، حسيت اني بديت اضيع بين البناء وبين اني اتحرك وغطى على نفسي، وكان لازم الاقي تدريب عشان يعودني على هالشيء. طبعا هالشيء ما بيفيدك بس بالسكرمز، بالعكس بيفيدك حتى في الايام العادية. المهم ذكرت انا واحد من المتابعين واسمه احمد، ارسل لي ماب مخصص للتدرب على السكرمز، وهو اللي بنشوفه الحين. تخيل ان في الماب نفسه في زون يتحرك. قبل ما نكمل لا تنسى تقيم المقطع بلايك، ولو انك حاب تدعم القناة تقدر تحط كود المتجر سيو. وعشان تدخل الماب روح لتور كرياتيف، بتلاقي قدامك 4 رفتات باللون الازرق، روح لاي وحدة وفي مكان تكتب فيه الكود. بحط لكم الكود في الوصف في الكومنت المثبت كمان، اكتبوا وبتطلع لكم الجزيرة وادخلوا لها على طول. اول ما تفتح الجزيرة روح للقائمة واضغط على ستارت جيم، كذا انت خلاص بديت تدريبك. اول شيء بتحتاج على الاقل لاعب واحد معك عشان تقدر تتدرب، وكل ما زاد عدد اللاعبين بيكون افضل، واظن ان ايوه ماكسيموم 16 لاعب. اول ما تبدا الجيم بيكون معك اسلحه محدده و1500 موارد وعدد طلقات محدود، يعني بتعيش جو السكرمز صح، لان تعرف انه وانت تتحرك لازم تلتزم في الموارد وما تخسر كثير طلقات. بتلاحظ انه في زون باللون الاحمر يتحرك ولازم تتحرك مع الزون هذا، وبنفس الوقت لازم تقتل باقي اللاعبين عشان تفوز. وكل ما تطول الجيم الزون يبدا يصغر اكثر واكثر، وبتصير المرحله اصعب لان مواردك راح تقل. ولا تنسى ان الزون هذا يقتلك من لمسه واحده، ما اعرف لو تتحدث الخريطه ويصير يدمج، ما ادري صراحه، بس حاليا بتموت اذا لمست الزون، يعني لازم تكون مصحصح. الماب هذا بيفيد الكل، المحترفين والمبتدئين في اللعبه، وبيخليك جاهز للحظه اللي توصل فيها للزون المتحرك، لانه بجد يحتاج مهاره وتنويع بالبناء وغير كذا سرعه كبيره. بس ما في شيء بيفيدك اكثر من انك تقضي وقت كبير وانت تلعب. كل ما لعبت اكثر، كل ما تعلمت شيء جديد، كل ما صرت افضل. كلم اصحابك وجرب الماب هذا، ولو ما عندك حد تلعب معه وتريد تجرب الماب ضيفه بعض في التعليقات، حط حسابك خلي الباقي يضيفك وجرب الماب. وهذا مقطع اليوم، لو تريد تشوف مابات اكثر ومقاطع نصايح وتحديات وغيرها نونا باشتراكك وتفعيلك للجرس، زر اللايك اكبر دعم للمقطع. اشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.